في إطار جهودها المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، أطلقت مؤسسة حياة كريمة حملة لتعبئة الكراتين المحملة بالمساعدات وبالتعاون مع مدرسة إبدأ الوطنية، تمهيداً لإيصالها لإغاثة الشعب الفلسطيني عبر معبر رفح البري. النهاردة احنا عندنا فعالية مع مدرسة إبدأ الوطنية عشان إن شاء الله نوصل المساعدات لغزة. عندنا كراتين النهاردة، كراتين غذائية أكتر من 1000 كرتونة. طبعا احنا هنا موجودين من 10 الصبح في الصيام، فبنحاول نخلص، يعني كنا هدفنا 1500 او اكتر، بس هنخلص مثلا فوق 1000 عشان الاولاد يلحقوا، هم صايمين طبعا زينا فيلحقوا يروحوا. هي مبادره ابدا الوطنيه طبعا مع مشاركه مع مؤسسه حياه كريمه، فده شيء حلو قوي. وزي ما حضرتك عارفه ان احنا هنا في مدرسه ابدا للعلوم التقنيه تبع لمدارس التكنولوجيا التطبيقيه، فاولادنا بقى اولاد التكنولوجيا التطبيقيه واولاد ابدا تحديدا هم اللي بيساهموا في الموضوع الجميل ده، فطبعا شيء رائع وشعور جميل 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 كلنا حاسينه. عرفنا الولاد ان لازم طبعا يكون في تعاون بين الناس عامه، لازم يكون في تعاون ونحسس الناس ان هو في طبعا كل واحد في موقف ممكن يحصل له اي حاجه، لازم طبعا بنأزر بعض وبنشد بعون بعض. وده طبعا اللي بدأ من مدرسة ابدأ وبين حياة كريمة، وبدأوا فعلا بالفعل الولاد بدأوا من اول اليوم بينظموا، بدأوا بقى يرصوا الكراتين بتاعتهم ويعرفوا ان قد ايه برضو اخواتهم محتاجين. والمبدأ الحلو قوي في الموضوع التعاون بين الناس، ده حاجة مهمة جدا طبعا. يعني حريصين على ان احنا مش بس بنشارك الطلاب في الجانب العلمي، احنا برضو يعني بنحاول ان احنا نخليهم دايما دراية بالاحوال والقضايا الخاصة بالمجتمع يعني. فطبعا زي قضية غزة الولاد متفاعلين جدا مع الموضوع، ولما عرفوا ان في مبادرة حياة كريمة بتعمل كراتين لاخواتنا واهالينا في فلسطين، حابوا طبعا هم يشاركوا، كانوا مبسوطين جدا جدا ومتحمسين اصلا قبلها بفترة ان هم يشاركوا في التجربة دي. يعني استهدفت هذه الحملة طلاب المدارس بمختلف مراحلها لدعم القضية الفلسطينية عن طريق المشاركة في تعبئة وتجهيز المساعدات الغذائية لاهالي فلسطين بهدف اعلاء معاني المشاركة والتطوع. انا جاي النهاردة عشان اساعد اخواتنا الفلسطينيين ونعبي لهم كراتين أغذية فيها كل السلع إن شاء الله، وشعوري إن أنا حاسس بيه دلوقتي إن أنا سعيد قوي إن أنا بساعد إخواتنا الفلسطينيين. النهارده بنشتغل مع حياة كريمة، بنعمل فعل خير إن نساعد إخواتنا في غزة، وأنا والناس اللي معايا بنحاول نساعد بقد استطاعتنا. عمل مستمر تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وفي إطار الدور الريادي والإقليمي لمؤسسة حياة كريمة داخل مصر وخارجها.